إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي متابعي القناة، بشكر حضراتكم جدا على اهتمامكم ودعواتكم المستمرة علشان أولادي يرجعوا لي، وأتوجه بالشكر للأخ أحمد سليمان والأخ أبو عمر الباحث والشيخ زين خير الله والشيخ رضا قلقيلة والأخ محمود داود والأخ معاذ عليان والأخ نور طارق والأخ معوض توفيق والأخ محمد نصيف على نشر أديتي، فجزاكم الله خيرا. أنا أكدت أكتر من مرة أن قضيتي في الحصول على أولادي هي قضية اجتماعية وإنسانية بتتمثل في حق أم في أنها تربي أطفالها بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنسية، ولكن الكنيسة في الخارج أو الداخل مصممة أن تخليها قضية دينية لمجرد أني فكرت وقررت بمحض إرادتي اعتناق الدين الإسلامي. فبدأت الكنيسة تبعت المنصرين علشان يساوموني أني أرجع للنصرانية ويرجعوا لي ولادي. والنهاردة هعرض أول فيديو لشخصية راسلتني على الخاص وفهمتني إنها بتحبني سواء كنت مسيحية أو مسلمة، لأنها حاسة بيا، لأنها أم وفقدت ابنها بالموت وتعهدت إنها مش هتكلمني في الدين خالص وإنها ممكن تساعدني في إني أقدر أحصل على ولادي. ولكن بعد ما اتكلمت معاها أكتر من مرة بدأت تناقشني في الدين وتبين لي بشاعة الإسلام طبعا من وجهة نظرها وقد ايه المسيحية انها دين سلام ومحبة، وعرضت عليا انها تقدر تساعدني انها ترجع لي ولادي. وانا بعت الرسالة دي للاخ احمد سليمان. السلام عليكم يا استاذ احمد، اخبار حضرتك ايه؟ في واحدة من فترة اتكلمت معايا على الماسنجر وهي مسيحية، فانا في الاول اتكلمت معاها بحسن نية ولقيت عندها معاناة زي معاناتي لان ابنها توفى وهو شاب صغير في السن، ومع الوقت وكده اكتشفت ان هي بتقولي انا ممكن اساعدك وارجع لك اولادك لو انت رجعتي مسيحية، فانا مش عارفة اعمل معها ايه. فانا قلت استشيرك، هل اعمل لها يعني بلوك ولا جريها في الكلام ولا اتصرف معاها ازاي؟ السلام عليكم، ازيك يا عاملة ايه اخبارك؟ يا رب تكون بخير. والله ده موضوع غريب، يعني هل دي واحدة متطوعة يعني اللي هي تحاول تساعدك ولا هي عندها معلومات؟ أنا مش عارف. عامة أيا كان يعني جريها في الكلام كده، شوفي فين آخرها يعني، فمفيش مشكلة يعني إنك انتي لو جريتيها في الكلام وتابعي معي، يعني لو في حاجة عرفيني وخير، ده رأيي يعني. شوفي برضو اللي انت شايفاه صح اعمليه في النهاية. وعلشان ما اطولش على حضراتكم اعرض لكم التسجيل اللي تم بيني وبين الاستاذه ميرفت بنايوتي القائمه باعمال المنصر محمد رحومه، ونشوف الخطه اللي كانوا راسمينها علشان اتنصر واطلع بره مصر بالتفصيل. بابا رحومه كلمني، تمام، وقال لي في دكتور هيكلمك، تمام، هو اللي ماسك الخدمه، تمام. ومهم الدكتور طبعا عايز يطمن. اكيد طبعا. فقال لي انت واثقه في الرجوع؟ قلت له انا واثقه فيها جدا جدا، وانا بحبها قوي واحساسي من جوايا. قال لي بصي يا مدام انا هكلمك بامانه، وطبعا ما يعرفكيش. قال لي احنا طبعا هنصلي جامد ان ربنا يتدخل في كل الامور يمشيها. هو قال لي الموضوع هيكلف 2500 دولار. قلت له ماشي. هي عشان تطلع على لبنان لازم يبقى معاها في ايدها كاش 2500 دولار، ونكون حجز لها اوضة في لبنان. ليه؟ لان انت ما تاخديش تأشيرة من المطار سياحة لبنان، احنا بنحجز الطيران، وانت لما بتسافري هم ما بيسألوش على تأشيرة في لبنان، بيسألوا على لازم يبقى معاكي 2000 دولار كاش او 2500 دولار كاش في ايدك، ولازم يكون عاملة حجز للغرفة. فكل ده احنا هنعمله، انا ما عنديش مشكلة في كل ده. اول انتوا مين بقى يا استاذة ميرفت؟ تقصدي المنصرين يعني؟ ده انتوا كده تنظيم بقى. خطوة تعمليها انتي اللي هتعملي، هو قال لي الخطوة دي عليها هي.
هتعملي حاجتين، هتطلعي باسبور وتخفي تماما اللي معاكي رجاء خاص، محدش يعرف عنه حاجة خالص، ماشي وتطلعي 6 شهادات ميلاد لولادك، طلعيهم بقى بقية الصيام. طريقة، خروجي بقى، طلعيهم من المكنة، يعني طلعيهم كل من ولد السجل. 6؟ هو عايز الـ6. الله، دول هيجيبوا لي الـ6، يعني الـ3 اللي معايا في الحكم والـ3 اللي مش معايا كمان. شهادات الولد كلهم قصدك يعني؟ فاهم. ست العيال ده عادي جدا من اي سجل مدني. لازم يبقى معاكي 6 شهادات بتاع الولاد، دي بسيطة. لان قال لي اول ما هتنزل من المطار واحدة هتستقبلك هناك، تاني يوم هنعملك القضية بتاع اللي هي في الأمم المتحدة وبضم الـ6. هم بقى قال لي لا، قال لي في اختلاف في القضية بتاعتها غير أي حد بيجي يعمل لجوء. يعني مش شرط العيال عندك يكملوا 25، يعني سوري مفتوحة، 21، يعني مريم هتيجي ومارسة كله الـ6. الله، هتحطيهم في القضية. ومريم عشان الكبيرة هكون باتفاقنا بقى مع مريم، بس بعد ما تسافر كمان. وصلوا لمريم بنتي الكبيرة ومريم متفقة معاهم؟ مريم عشان الكبيرة هتاخد، هي اللي هتبقى مسؤولة عن الأطفال إن هي تطلع بيهم. تمام. وخدي انتي ولادك يا بنتي الـ6 وعيشي بيهم. وحتى الدكتور ده كلمني قال لي بنتها الكبيرة تتجوز هنا عادي والأمور هنا هتبقى أفضل، بس هي لازم نتأكد من حاجة. هو قال لي كده بسرعة. تمام. قال لي لازم نتأكد من رجوعها من قلبها، مش مجرد ان هي عشان ولادها. لاني قال لي بصراحة، انا هكلمك في منتهى الامان، قال لي لو هي مش مقتنعة وولادها جم وغيرت، يبقى كده العيال بتتدمر، العيال بتتدمر، لا عارفة تقف في النص ولا عارفة تستقر ولا عارفة. قلت له بص هقولك حاجة يا دكتور، انا اللي ملاحظاه جواها هي مش مقتنعة بالتنين. والحمد لله، وعرفت اضحك عليكي وانجح في اقناعك بكده. بس بعد فترة ما اقتنعتش برضه، ممكن يكون من دخلتها، من عشرتهم، من الدخول فيهم، لا في حاجات هي برضو معترض عليها. فالافضل ايه؟ الافضل الايمان الاول مع اولادها، دي هتبقى حياتها مستقرة وهي حابة المسيح. ترى هي حابة المسيح جدا. بس فقال لي، مين قال لك يا نونا ان انا بكره المسيح؟ ده انا بحب المسيح اكتر منك، بالعكس احنا عندنا القران والاسلام كرم السيد المسيح، وانتوا اللي هنتوه عندكم في كتابكم. انا قلقان من النقطة دي. ليه؟ لازم هي تبقى مقتنعة 1000000% ان هي عايزة ترجع للكنيسة وللولاد، مش للولاد بس. لا، هيستغرق قد ايه على ما القضية؟ 6 شهور. 6 شهور. Are you sure؟ القضية 6 شهور، صدقيني انا متأكد. واقل كمان، لان حالتك انت مختلفة خالص عننا. يعني هما يجيبوا الولاد في خلال 6 شهور ان شاء الله. بصي، في حاجة كمان عشان اعرفك عليها. في لبنان، قال لك ان هي حد هيستلمها، بس ايه، افهمي برضه عشان اكون صريحة معاكي. قال لي وبعد كده ممكن تشتغل اي حاجة هناك تقضي المصاريف. قلت له لا، انا مش عايزة تشتغل، انا عايزة تروح وتقعد كده، وانا هبعت لها فلوس كل شهر. قد ايه تقريبا اللي كافيها بالدولار في لبنان؟ قال لي من 200 ل 250 دولار. قلت له ماشي، دي سهلة، انا هبعتها لها، مفيش مشكلة. الله يفيك الخير، حضرتك عاملة ان حضرتك انت اللي هتدفعي؟ ده انتوا شبكة يا بابا، وفلوسكوا جاية من كذا مصدر. هي القعدة في لبنان هتطول؟ ايه؟ القعدة في لبنان هتبقى كتير؟ 6 شهور برضه. انت بتروحي تمضي؟ ايوه يا بنتي، بس هتتعرفي بقى على مؤمنين، واللي هتقابلك دي هتوديكي الكنيسه، وتشوفي بقى عابرين كتير هكون هناك. لوحدي من طبعا، كنايس لسه الولاد كتير. ما جوش. ايه؟ هكون لوحدي طبعا، لسه الولاد ما جوش. حقيقه، ما انت هتحطيهم في القضيه، ما انت هتحطيهم. ما انا قال لي ايه بقى؟
قال لي وانس ان الامم المتحده وافقت انها تسافر، احنا هيكون لينا ترتيب مع الولاد في مصر. ان مريم، انا قلت له الكبيره بنتها ممكن تساعدني مريم، قال لي تعمل ورق وباسبورات ونحجز الست تذاكر وياخدوا القرار بالسفر، يسافروا يقابلوا امهم هناك في لبنان قبل ما انت تطلع على امريكا، وبعدين تاخديهم كلهم بقى معاكي عشان تضمهم في القضيه. بس قال لي ما ينفعش يسافروا الستة معاها مرة واحدة. أولا قال لي خلي بالك، خليها تاخد بالها من اللي حواليها، هما لو عرفوا ان احنا بس نطلعها من المطار وبعد كده يربطوا دماغهم في الحيط، لكن لو عرفوا ان هي على اتصال او تليفونها متراقب، لان الحالات اللي زي دي بتبقى تليفونات احيانا متراقبة، فقال لي حتى اتصالاتها بلاش، خليها على حاجة اسمها تيليجرام. عندك انت التحميل ده؟ لا بس ممكن انزله من جوجل بلاي عادي. قال لي الوحيد اللي مش متراقب الفايبر والواتس بلاش، قال لي حتى الماسنجر الافضل المحادثات كلها تبقى على التليجرام. التليجرام ده عندي على فكرة، طيب فنزليه عشان ابقى اكلمك عليه السبب. عشان اي تحركات، اي روحتي عملتي باسبور، اي المفروض نتكلم على التليجرام مش حتى على المسج. طيب اوكي هنزله على طول دلوقتي بعد ما. ماشي حبيبتي، ماشي يعني. قال لي الموضوع عايز هي حرص جدا، تبقى حريصة جدا في كل خطوة بتعملها. وبعد ما هنحجز تذكرة الطيران، انا قلت له هي لابسة يعني عباية وحجاب وبتاع، قال لي ما هي لما هتطلع مسلمة في المطار عادي بنفس لبسها مفيش مشكلة خالص، بباسبورها بطاقتها طلوعها هيبقى اسهل مفيهوش اي شك. وانس بس اهم حاجة اللي هينفعك حاجتين، الباسبور التاني مهم جدا تحتفظي بيه حطيه في عينيكي، لان هو ده اللي بيثبت ان انت كنت كده طبعا. وشهادات ميلاد ولادك ماشي، لا عشان فيهم اسم الام الاولاني اللي فيه الباسبور الاولاني اللي هو غادة اللي ايوه مكتوب الوظيفه وكل حاجه. ايوه اي، لكن لو ده انت ربنا بيحبك فانت خليكي حكيمه، امشي ما تشككيش حد حواليكي انك اتغيرتي لحظه. فاهمه عشان الشك هيخلوهم يدوروا وراك. تمام، وما اقفلش القناه مش كده؟ لا يا ماما، ولا تقفلي القناه لما تروحي لبنان. احنا عايزين الحاجات دي هتبقى اثبات يا حبيبتي، هنقول ان هم خدوكي بالعافيه وعملوا ما انت مش هتقولي راحه بارادتك برضو، انت هتقولي هم خدوكي وخلوكي تعملي الفيديوهات دي وتحت تهديدات. افهمي، ما هو ما ينفعش انا راحه بمزاجي وبعد ما راحه بمزاجي خلاص انا رجعت. لا ده انا اتطهدت واتخطفت وقال لي بقى. يعني حضرتك بقى بتحرضين على الكذب وبتحرضيني ان انا اقول على المسلمين انهم خطفوني وبهدلوني وعذبوني واجبروني ان انا اقول الفيديوهات واجبروني ان انا اطلع في القناة واقول الكلام ده كله. ده انت كده بتحلمي بقى. موضوع ولادها اسمعي بقى، عشان انت كنت شرطة انك عايزة تشوفي ولادك. لسه اقولك معنى هفهمك يا غادة عشان يبقى الامور كلها واضحة. قال لي هكون معاكي امين، لا الكنيسة هتثق ولا احنا هنثق. فهمي بقى خليه ايه معي. قال لي حاليا في الوضع اللي هي فيه لا الكنيسة هتثق ولا احنا هنثق، وهنخاف على الولاد من الله. نعم حضرتك، انت عايزة تفهميني انت والكنيسة خايفين على ولادي اكتر مني؟ ده انا امهم. ازاي يعني الكلام ده؟ يعني اصلا انتوا مالكوش دعوة بولادي، انتوا مالكوا؟ دول ولادي، انتوا خطفتوهم، والكلام ده بيدل على ان الكنيسة متورطة، ابوهم متعاون مع الكنيسة في اخفاء ولادي. انتوا بتتظاهروا ان انتوا خايفين على ولادي؟ المفروض ان دول ولادي، انتوا مالكم بيهم اصلا؟ الو. اي حبيبتي النت راح وجه تاني. لا مفيش مشكله. قال لي بصي موضوع الولاد انا اللي يعني هساعدها فيه جدا، ان هي هتكون واخده شهادات ميلادهم وانا هوعدها هجيب لها الولاد معاها وتحط الولاد في القضيه، وتحط الولاد في القضيه وتكلمهم كاميرا من لبنان.
حتى مش هنعمل الفيس كاميرا ده وهي في مصر. اشوف هو حريص قد ايه. قال لي برضه لا، وهي في لبنان زي بابا رحومه كده، زي هو بيقول عليه رحومه على طول، زي رحومه كده، ما بيتكلم فيس مع العابرين اللي هناك، هتتكلموا فيس وخلاص بقى، كله هيعرف ان انت رجعتي، والكنيسه هتطمن، واجراءات الورق كله هيمشي. ما بتشتغليش، خلينا بس كده. انا اختك، ما تتكسفيش من اي مصروفات، قولي لي يا مروه الباسبور هيتكلم كذا، هبعت لك. بس انا هشوف الكلام ده بيني وبينك. هو فعلا الكلام ده كان بيني وبينك، بس للاسف انتوا اللي اضطرتوني ان انا ازيعه للعالم كله علشان يشهد على افعالكم. ماشي حبيبتي، ما تقلقيش من اي مصروفات، الفلوس دي اخر حاجه يا ماما، اخر حاجه. المهم الخلاص، نخلص. لان هو نفسه قال لي هي بالوضع اللي هي فيه استحاله هتعرف ترجع في مصر. طبعا. ليه بقى؟ الورق اتغير والشهره. الشهره استحاله، الشهره والفيديوهات استحاله. إيه انا مش عايزه فيديوهات يا غاده، يلعن ابو الفيديوهات يا شيخ. ما ميرفا عارفه يا غاده اللي مزعلني ايه؟ اقول لك حاجه وبامانه، انا بعتبرك اختي. طبعاً. انا بحبك قوي، تدعيني. انا بحبك اكتر والله. واللي مزعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. صدقيني انا بكلمك بامانه. ما انا عارف. ودي خطيه كبيره، دي خطيه كبيره قوي يا اولاد. خلاص انت اخترتي تبقي بعيد، بس الاصعب في العقوبه ان انت مش بتكسبي نفوس، انت بتكوني سبب في ضياع نفوس، وده غلط. اللي مزعلني من انت حتى دلوقتي، حتى لو انت مش مقتنعه، بس خلي بالكوا دي حرب ابليس ضد المسيح، عشان بتجيبوا نفوس كتيره ايمانها قشرة. بس انا متهيالي فيديوهاتي محدش بيشوفها برضو كتير من المسيحيين. ايه الضحكة دي؟ ايه الضحكة دي ميرفا؟ بضحك. لا يا روحي بيشوفوها. انا قصدي يعني انا بوجهها للمسلمين اكتر يعني. ايوه انا عارفة، بس صدقيني. طب انا هقولك حاجة. عارفة انت بتوجهها للمسلمين، عارفة بيحصل ايه للمسلم؟ مثلا هو يا الله اكبر، ده انا على دين الحق، بيثبت على دينه. تمام. فلو هو بيسمع كلمه ربنا، ولا ربنا بيبقى بيحط له رساله من حد او من فيديو شافه، او بيحركه شويه. يا عم انا بكلم كل واحد. فلما بتبقي انت كمسيحيه واسلمتي، او هو كمسيحي سابق واسلم، يا ده الله اكبر، ربنا يثبتنا على دين الاسلام. واضح يا ميرفت ان فيديوهاتي وجعكم قوي. ايوه فعلا، تعليقات كتير بالشكل ده. بس صدقيني، ما انا عارفه انا مصدقاك. فخلي بالكم. قال لي في ناس مسلمين عابرين مؤمنين مش باينين. انت عارفه بابا رحومه بيقول لي كام مليون في مصر، وانا مش مصدقه. 21 مليون تحت الستار. ياه، معقولة؟ صدقيني. اللي مش باينين ومحجبات وماشيين بأساميهم وعايشين عادي جدا، بس كل قصة جاية بمعجزة. ياما، هي مصر كلها كم مليون؟ في منهم ناس في هيئات سياسية، وفي منهم ناس في الجيش قيادات. وضعهم يسمح. طبعا انا هقولك على حاجة بقى، بس الكلام ده بيني وبينك خالص غالية، ما تخافيش، سرك في بير. انت تعرفي الشيخ طنطاوي بتاع الازهر؟ اسمع عنه، محمد طنطاوي. تعرفي انه ما ماتش؟ يا سلام. وتعرفي انه هو هنا في امريكا بالامانة؟ وتعرفي بامانة المسيح، وامن، واللي يعرف طريقه بابا رحمه. كدابة، كدب الإبل. والسعودية والمخابرات بتاعت السعودية والمخابرات الأمريكية والمخابرات المصرية اتفقوا على قصة الدفن بتاعت السعودية. يعني فبركوا قصة موته علشان الفضيحة بالنسبة لهم.
اه الراجل ده آمن وبنت اخته او بنت اخوه، الاختبار بتاعها على اليوتيوب، بنت اخت طبيبه، والراجل ده آمن من زمان بالمسيح. من زمان. طلعت من بوق الاسد ده. انت تعرفي انا هقول لك حاجه يا غاده في منتهى الامانه، ان انت بالنسبه لهم فريسه ثمينه جدا جدا جدا. افترسك اسد يا بعيده. طبعا عشان سبت المسيحيه لا، وعشان حد كبير وعاقل مش واحده من الصغيرين، وعشان النشاط الديني والمقارنات اللي بتعمليها ده ممكن يتشلوا فيها لو انت طلعتي ورجعتي. والله ده انت اللي هتتشلي، انت ورحومه بتاعك. طبعا يا ريت يا ريت تطلعي تاني في فيديو وتقولي ان انا امنت بالمسيح ورجعت المسيحي ورجعت لحياتي ورجعت كده، ساعتها هيتكسروا كسر يبقوا زي الكلاب. في عينك، ده انت اللي كلبه، انت ورحومه. بس انا خايفة عليكي، السبب انا بقولك انت مش اي واحدة، انت مش اي، انت واحدة من الرئاسات بتاعتهم في مصر. انا ممكن اطلع واقول انا رجعت الايمان المسيحي عارفة يا غادة لما تقولي كده يا سلام، ما هو قال لك المسيح كده من امن بيه واعترف امام الناس اعترف بيها امام ابي ويقف معاك. طبعا. وايه والكنيسة في مصر هتفرح وكله هيساعدك ان ولادك تطلع بره، يا رب. وحد هيقابلك في المطار بس وهيديك الفلوس بالباقي الدولارات. بس هم قلقانين عليكي لو انت صادقه ومن اللي حواليكي، وقال لك خليها تاخد حذرها جدا جدا، وقلقانين منك انك ما تكونيش صادقه بسبب ما محدش شافك ولا كلمك قد ما انا كلمتك. ايوه فعلا. فبيشوفوا فيديوهات صعبه صعبه، فاستحاله دي هترجع غير بمعجزه. قلت لهم لا هترجع صدقوني. فبرضو قلقانين من الناحيتين، فهم عايزين يطمنوا ان عندي نيه، وهم برضو خايفين على نفسي. افرض اللي هيقابلك في مصر ده بيني وبينك يعني، لو هم متفقين وبتاع وانتي عايزه توقعي حد وقابلتي حد اوبا واتقبض عليه. ولادي انا سألت كتير على حكاية الهجرة دي، قالوا لي بتاخد وقت كتير ومش مضمونة. انا عندي ولادي اهم من خلاص نفسي. انا مش معنى ان هم مثلا في تبع الدير ولا تبع الكنيسة، ولا الكنيسة واخداهم وحطاهم في مكان ما كتأمين مني، انا كده في امان. انا واثقه ان ولادي بيبكوا ليل ونهار يا ميرفت، انا عارفه، لان بولا الصغير ده محتاج مامي، محتاج عايز ماما، عايز يتدفى، عايز ماما، ما كانش بينام غير بيا. دين بالكو ما اعترضتش لما قلت العيال محجوزين في الكنيسه او في دير او مكان تبع الكنيسه، ما اعترضتش خالص، وده معناه انه فعلا العيال محتجزين في مكان تبع الكنيسه، وهم بس الوحيدين اللي يقدروا يخرجوهم. ماما ما انت لما هتسافري ولادك اولا هيرجعوا بيتهم مع اخواتهم. يعني انا سافر، ولما انا سافر ويضمنوا ان انا خلاص رجعت للنصرانية، في الحالة دي يخرجوا الولاد من المكان اللي هم فيه. يعني مساومة، انا سافر مقابل ان ولادي يطلعوا ويرجعوا البيت عند اخواتهم، وبعدين يحصلوني على امريكا، مساومة قذرة. وبعد كده نحط ولادك في القضية في الأمم المتحدة. باباهم وحش. أنا لا أأمن، أنا لا أأمن على ولادي مع الشخصية القذرة اللي أنا كنت متجوزاه ده. اسمعي بقى، اسمعي كلامي. يا حبيبتي، هتخلي مريم تكلم سيدنا الانبا يونس. تمام. يقول تقول له ايه؟ بس الكلام ده هو الانبا، هي بينها وبين الانبا يونس، تقول له ماما عايزه تطلع بره. قولي لنا طيب ماشي، لو طلب منك انك تروحي تقابلي مع مريم الانبا يونس. الانبا يؤنس في اسيوط. ايوه، ما انت كده. الانبا يؤنس اسقف اسيوط، يعني كمان الانبا يؤنس اسقف اسيوط متهم معاهم بشهاده الكنيسه الامريكيه. كده راح تعملي باسبور. ما انت لو طلب منك انك تقابلي الانبا يؤنس، اخاف حد يشوفني. انا ممكن اتكلمه على الماسنجر. لا ما تلبسي نقاب. ادخل الكاتدرائيه بنقاب؟ ادخل الكاتدرائيه بنقاب؟ مش الكاتدرائية ده، دير المحرق. اتفق ان انتي رايحة دير المحرق اللي في اسيوط بتاع العذراء ده. حلو اوي، خليها تاخد لك ميعاد في الدير كأنك مسلمة ورايحة تزوري العذراء، يعني عادي.
يعني ده وبيخلعي يا ستي جوه دير النقاب، مش مشكلة، بس انا مش عايزاكي تتعرفي ان انتي روحتي قابلتي يعني اه شخصيا، ما انا من عشان كده انا وكلمي معاه بصدق وبأمانة، قولي له انا عايزة اسافر وعايزة اخد ولادي الصغيرين، وانا وخليه يكلمني انا هكلمه ايوه ممكن بابا واطمنه. رحمه كمان يكلمه برضو، كلمته مسموعه و... لو خدتي وعد من الانبا يؤنس، بس الانبا يؤنس برضو علاقاته كبيره قوي قوي بره، خلي بالك كلهم هم تبع الكنائس كلها بتاعت بره، لو خدتي وعد من الانبا يؤنس يقول لك سافري انت وانا هجيب لك الولاد. سافري انت وانا اجيب لك الاولاد، ده مش يعتبر اعتراف صريح من الكنيسه الامريكيه ان الانبا يؤنس متورط في اختفاء اولادي، هو اللي خفيهم وهو اللي يقدر يخرجهم لو انا رجعت للنصرانيه وسافرت امريكا. اخاف برضه انت ايه رأيك؟ انا عايزه ارتاح نفسيا ان ولادي يكونوا معايا يحضنهم يا ماما ما تخافيش، ما احنا اساسي هنجيب الولاد مش هنسيبهم يتبهدلوا، يعني مش عارفة اوصل لك الفكر ازاي، ان هما خايفين الولاد انتي تاخديهم والولاد تأسلم. ليه ليه واعمل ليه كده وهما في ايدي؟ امشي ليه باسلوب ملتوي وفي حل يوصلني لولادي؟ اي يعني انا ايه اللي يخليني العب او اعمل حركة زي كده؟ ما انا كده كده هما خايفين على الولاد من الحكومة. طب انا اقول لك على حاجة، طب ما انا دلوقتي اقدر اخدهم واقدر اعمل واقلب الدنيا وانا انت عارفة ايوه، لولا عرفتي عنوانهم هتاخديهم طبعا، ولو ما عرفتش عنوانهم هحبس باباهم وهيجيبهم هيجيبهم، بس انا والله زي ما بكلمك كده بس انا لما بساعدك عشان انا بحبك محبة المسيح، لازم تفهمي الفرق، مش بغريكي بفلوس لا 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 خالص، احنا كأولاد المسيح بنعمل الخدمة للمسيح ولو ساعدنا بنساعد محبة صراحة ونعمل محبة، بدليل المرمطة اللي انتم مرمطينها لي دي علشان اخد ولادي، محبة مين ياما؟ انتوا اساسا بتحبوا بعض، انتوا بتكرهوا بعض، هتحبوا الناس ازاي؟ للأسف ما عندهمش هم نقطة المحبة ببعض، افهمي عندهم كده حاجة مش اسلمت بعمل لك ايه، ربنا يهديك، ربنا عندهمش الترابط النفسي الروحي بتاعت المحبة بتاعتنا كده، اختي حبيبتي حتة من جسمي زي المسيح ما قالك ايه، انتم اعضاء في جسد واحد، احنا بنحسها. يعني انا لما اجري وابقى عايزة اساعدك وابعتلك واشوف واعمل بتاع، هو عشان ايه انا بغريكي؟ لا 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 ولا عشان الفلوس، مش بتحبيني، ده انا بحبك. وده كان أول تسجيل من تسجيلات محاولة استقطابي ومساومتي بأولادي من المنصرين، وإن شاء الله في الحلقة القادمة هعرض الجزء الثاني، فكونوا في الانتظار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.